يوم 22 أفريل موجودة ندوة معناها حول الإصلاح الأمني بنزل الهناء الدولي في سونترفيل. كرجل أمن استدعوني وحبيت نمشي نشوف غادي اش فما واش فماش. نحب نشوف الموضوع تاع الإصلاح الأمني، شنو الناس اللي باش تحضر فيه وشنو ال فبمجرد دخولي إلى قاعة الاجتماعات وجدت المترأس الاجتماع رياض بلطيف المدير العام للتكوين اللي كنت نخدم عنه معاه سابقا واللي وقفني على العمل ونقلني معناها لإدارة الشرطة الفنية، واللي كنت حررت في شأنه تقرير يوم 8/1/2013 نعلم فيه معناها القيادة يعني وزير الداخلية تصرفاته مع أعوان الأمن والإطارات من حيث تهديده لهم بأنه هو وقع عينه من مون بليزير وليس من شارع بورقيبة كما يقول. وبعد أن شهدت معناها عند السيد حاكم تحقيق 13 في خصوص قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد، ووردت بطبيعة الحال في هذه الشهادة بعض الأسماء الأمنية، على أساسها وقع إيقافي على العمل. بطبيعة الحال الشيء هذا ما نساهوش سيد رياض بلطيف. وقت اللي دخلت مباشرة ركز النظر عليا وكلم منتصر الماتري الأمين العام لاتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي اللي كان موجود على يساره واللي هو يعني يخدم معاه في نفس الإدارة زميله، معناها هو معناها من مرؤوسيه، وأشار له قال له السيد هذا شو يعمل هنا. فمنتصر الماتري نظر إلى منظوريه إلى معناها النقابيين اللي كانوا موجودين هذيك والعوان الأمن اللي كانوا بعدد كبير اللي كانوا يخدموا معه منظمين معناها الندوة هذية، فما راعني إلا أنهم وجهوا لي النظر، كلهم ركزوا النظر وجاوا بحذايا. فاستشعرت خطر معين. في الأثناء رفعت الجلسة للتناول باش يعملوا استراحة بالطابق العلوي، فاتجه الجميع الى الطابق العلوي الا انه جاوب حدايا اعوان الامن اللي اعطاهم التعليمات وشدوني معناها في الكرسي باش ما نغادرش. وقت اللي غادروا كل الحاضرين طلعوا للطابق العلوي وقع الاعتداء عليا بالعنف وسبي وشتمي، ولانه قال لهم بالحرف خرجوه حتى على رجليه حتى على راسه، طيشوه حتى يجبدوه من رجليه وطيشوه على راسه، يزمو يخرج كوت 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 باش يفزلنا البرنامج. فتلفت له وانا قلت له عيب عليك، عيب عليك، انا اللي معناها عاونتكم، انا اللي تكلمت عليكم، انا اللي عديت معناها شبابي كله معناها على جال معناها المنظمه الامنيه المنظومه الامنيه وعلى جال معناها يعني استقلاليه وحياديه حياديه المنظومه الامنيه وعلى معناها يعني حمايه النقابيين، وخاصه معناها يعني عاونتكم، معناها كيفاش عيب عليك انك معناها يعني تعتدي عليا بالعنف. فقال لهم خرجوه ونفذوا معناها بسرعه باش ما يشوفوش الناس. فشدوني الكل، شدني صاحبي، اول ما شدني صاحبي من في ستي، قلت له ينجبت روحي، قطعت الفيستا الكل. فشدني من كرومتي وخنقني وجبدني من الكرافات معناها في الدروج، في حين انه العوان كل الاخرين ما يقارب السبعة ولا ثمانية ولا تسعة اعوان اخرين كل واحد شدني من شيرة، واحد من يدي واحد من رجلي واحد من وبالسب وشتم هبطوني للكاف لوتا ودخلوا علي بالضرب، ما خلوا لي معناها يعني حتى بقعة في بدني معناها يعني ما خلوها سلامات.
وفي الاثناء مع الشتم كذلك والتحقير معناها والبساق في وجهي وفي كل شيء. ثم خرجوني وحطوني في الباركينج مأوى سيارات خلف يعني نزل من وراء، وقع كذلك الاعتداء علي من طرف اشخاص هذول ما نعرفش اسميهم لكن نعرفهم بالصوره، سب وشتم واحتجاز، احتجاز لمده 4 ساعات في وقت اللي كانت عندي معناها بنتي باش نهزها تعمل عمليه في حدود الساعه الثالثه. وقع احتجازي، كنت نقول لهم هزوني للمركز او هزوني لاي مكان اخر، لانهم قالوا لي تقعد وتسكت خلينا نعاودوا الاعتداء عليك. مره يدخلوا لي يقولوا لي باش نزوك للاقليم، ومره يقولوا لي باش نزوك للمركز، ومعناها ومع السبان ومع الشتمان. حتى انا كنت في 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 البوكس نتاع الحراسه نتاع اللي يخدموا في النزل هذايا، فكان هو معناها يعني فيها يعني بولار، وكان فما شكون متعدي سي ايوب مسعودي، سي ايوب مسعودي بالصدفه ونعرفه بالوجه وانا ما نعرفوش معناها يعني نعرفه كان بالوجه، فضربت البولار ضربت البولار ونعيط سي ايوب سي ايوب، لانه حتى حد ما كان موجود، وكنت معناها يعني نخاف في الوقت ذاك انه مش يعملوا لي، لانه مده 4 ساعات وانا محجوز مانيش عارف شو المصير بتاعي، مع يعني تهديد بال يعني كل واحد يدخل يضرب ويخرج، ومعناها يعني شكل بشكل يعني كانت عينيهم معناها فيها يعني نوع من النقمه ونوع من قالوا يلزم نقضيوا عليه، هذايا باش يقلقنا باش نقضيوا عليه. فوقت اللي ضربت انا الباب المسعودي تلفت، قلت له يا سي ايوب يا سي ايوب جاه ربي منعني، بجاه ربي منعني راه محتجزيني، بجاه ربي منعني محتجزيني. فقلت لي جا سي ايوب معناها جا ايوب باش يجي معناها مشاو له، قلت لهم مشاو له انا خرجت نجري له، قلت لي خرجت نجري ورجعوني انا بالعنف ودازوني في البوكس وسكروا علي وبقاو يتحدثوا معاه هو. بقاو يتحدثوا معاه، انا قعدت نخزن له بالعينين لان مش نتكلموا، ووريته ساقي قلت له وريته له معناها ساقي اللي هي مضروبه بالدم تنزف. وقلت له اعتدوا معناها ما نجمش نقول له اعتدوا علي لاني خايف انه معناها بعد يرجع وقت اللي هو يمشي معناها، لكن خزرته بالعينين معناها انه نطلب الاستغاثه منه والنجده معناها ربما كي يمشي هو معناها بعد يبلغ معناها عني ويجيني النجده، فهمت؟ في الاثناء مشى هو، بقيت مده حوالي نصف ساعه، وقت اللي هما تعبوا خرجوا لبرا باش يشربوا معناها الماء ولا شو باش يعملوا، خلوني معناها للحظه نتاع دقيقتين او 3 دقائق معناها وحدي في البوكس. انا كان عندي الهاتف الجوال، فبسرعه كلمت معناها يعني احد الاصدقاء اللي هو فتحي دبك، فجاء يسال عليا في الاوتيل في الوقت هذاك معناها، وقت اللي جاء يسال ويعيط في الندوه وكل شيء وين وعلي وسلاتي وين وعلي وسلاتي، هو من الاتحاد العام التونسي للشغل، جاء يسال عليا لانه هو معناها يعني باعتبار اني شت في قضيه شكر بالعيد وما في بالهم بالتهديدات اللي انا معناها يعني نتعرض لها كل يوم. المهم انه لما نشوف من بعيد معناها انه جاء معناها هو وصحبه معناها جلال همامي من رابطه تونسيه الدفاع عن حقوق الانسان، وقت اللي شافوهم وقتها معناها يعني مشاو العوان الكل، وبقى كاد صاحبي هذايا جاء قال له والله يا اخوي انا خونا علي وقعنا في خلاف معاه وراه ما فطر شيء وكذا وكهو معناها تو يمشي على روحه معناها ما فما حتى مشكل. وقتها انا مشيت تحملت على نفسي من كثر الالام، لانه معناها اذني كانت توجع فيا والدماء كانت تنزف معناها من ساخي ومن مشيت معناها للمستشفى واسعفوني، ومعناها لانه وقت اللي ضربوني المره الاولى اغمي علي والتو معناها حاله الالام معناها ما زالت موجوده في راسي الى حد الان، واعطوني معناها شهاده طبيه اوليه فيها 25 يوم من مستشفى الاستعجالي بشار نيكول تونس العاصمة. هذا على مستوى الثقب اللي وقع لي في الأذن، لأنهم كانوا يضربوا فيها ويقولوا أضرب من مكان ما تسيلش الدم فيه وما تخليش تراس، فكانوا يضربوا فيها بالكف اليد عن الأذن وعن الرأس وعن العنق حتى لا تترك الأثار يعني ومن شدة الضرب يعني أنا وقتها فقدت معناها الوعي وطحت ومشيت نسمع كان أضرب معناها يكفي من الضرب يكفي من الضرب يكفي من الضرب باش تقتلوا باش تقتلوا يكفي من الضرب. إذا ما خذيت شهادة طبية أولية فيها 25 يوم، هذا بالنسبة لوذني. لكن في الغد بحول الله
يعني مش ناخد الشهاده الطبيه يعني الشامله يعني اللي فيها معناها مختلف يعني الاضرار اللي وقعت لي معناها في الجسد بتاعي. هذا مش اول اعتداء يصير عليك في الفتره الاخيره؟ هذايا مش اول اعتداء، هذايا رابع اعتداء، هذايا خامس اعتداء. فما محضر بحث عدد 507 والقضية عدد 507 المحكمة الابتدائية بباجة تاريخ 6 أكتوبر 2011. هذا اعتداء بالعنف من قبل موظف نتج عنه 6% سقوط نتيجة الاختبار الطبي، معناها اللي تقرير الطبيب الشرعي. اللي اعتدى علي فيه هو نقيب وبتعليمات وتدبير من القيادة الأمنية. محضر البحث الثاني هو 762 بتاريخ 18/2/2013 وهو كذلك اعتداء بالعنف بواسطة سيارة مرة دي، وهذه على خلفية بعثين لسماس للزميل سفيان فرحات، وحيل هذا الملف على فرقة مقاومة الإجرام، وهذا اللي قال فيه الناطق الرسمي أن ذاك وزارة الداخلية سخالة الروش اللي يقول اني انا معناها كذاب، واللي الملف هذايا وقع يعني غلقه هذا كذب وبهتان، لانه الملف هذايا وقع فتحه لدى الاداره احيل معناها من طرف المحكمه من طرف النيابه العموميه الى الاداره الفرعيه للقضايا الاجراميه، وهو ما اخذ الجد وما اخذ البحث منذ ذلك التاريخ الى حد هذا اليوم. هذا الشخص اللي دخل مباشرة على الهواء ويقول أني أنا نكذب. من يكذب؟ أنا ولا هو يكذب؟ الاعتداء الرابع. الاعتداء الرابع يوم 22/2/2013. الاعتداء الخامس يوم 31/12/2013 وهو محضر بحث عدد 1587. وهو اعتداء بالعنف اللفظي ومحاولة اعتداء بالعنف المادي وانتحال صفة عون أم، فيها عون من رئاسة وفيها عون معناها من رابطات حماية الثورة. هذا المحضر سجل في مركز البحيرة تونس. اعتداء آخر يوم 9 أفريل بمدينة باجة، محضر بحث عدد 326 بتاريخ 9 أفريل 2013. المعتدين فيه هم عناصر محلات النهضة ورابطات حماية الثورة. يوم 22/4/2013 اللي هو البارح، الاعتداء بالعنف من قبل يعني هؤلاء الأعوان اللي هم يوصل عددهم إلى حوالي 15 و16 عون وبتعليمات من منتصر الماتري، وبطريفة الحال بطبيعة الحال منتصر الماتري اللي هو أخذ التعليمات من معناها رياض بن لطيف اللي هو المدير العام للتكوين بوزارة الداخلية، واللي هو من الغريب الغرائب أنه هو اللي بيشاقع يعني من طرف معناها يعني بيشاقع يعني كأنه مسؤول عن الإصلاح الأمني، وهذه من غرائب الغرائب معناها يعني في تونس بعد الثورة. غدوة نمثل امام مجلس الشرف، ونسبق لي اني قلت هو المجلس رايا معناه المجلس هذا يعني مسمينه مجلس الشرف، الا انه بعد الثوره هناك عده اسئله، لانه فعلا حاليا هو مجلس شرف اذا كان اخذنا بعين الاعتبار عدم اصلاح المنظومه الامنيه، يعني عدم انتخاب هذا المجلس، يعني مانيش عارف انا مش نتحلى مجلس شرف ولا مجلس انتقام، لأنه الناس اللي باش يكونوا أعضاء في هذا المجلس هم أعداء لي شخصيا، هم الناس اللي باشروا تعذيبي وملاحقتي وإرهابي عند زمن يعني في زمن الرئيس السابق بن علي، هم اللي تولوا معناها يعني هم كلهم معناها يعني تولوا معناها بحثي وإهانتي وإيقافي ويعني وهم من نفس الدورة متاعي ولا دورتي، هم يعني على علم ودراية بكل معناها وضعيتي قبل معناها يعني الثورة، من حيث أني عملت شهادات ضد المنظومة الأمنية وضد فساد المنظومة الأمنية، وفي الأثناء يعني وقت اللي رجعت بعد الثورة للعمل هما نفسهم اللي حاليا يعني تولوا عقابي ومتابعتي وإرهابي نتيجة الشهادة اللي قمت بها عند حاكم السيد حاكم تحقيق 13 في خصوص معناها اغتيال الشهيد شكري بالعيد، لأنه الشهادة هذه هي شهادة فيها
معطيات حقيقية، فيها معناها معطيات يعني علمية، وليس فيها من يعني ماهيش معناها يعني تهيؤات ولا كلها معطيات حقيقية. الموجب اللي تمت به إحالتي على مجلس الشرف معناها البرقية، نص البرقية ما عطونيش البرقية، ولكن أستطيع أني نقرأ لك يعني الشيء اللي كتبته أنا من البرقية هذه. هي البرقية عدد 821 بتاريخ 22/2/2013، يعني بعد يومين مباشرة من شهادتي لدى حاكم التحقيق 13 على خلفية اغتيال الشهيد شكري بالعيد. لقد تقرر بداية، هي البرقية عدد 821، تقرر بداية من تاريخ 22/2/2013 إيقاف محافظ الشرطة علي الوسلاتي عن العمل في انتظار قرار الإدارة من أجل رفض التعليمات الإدارية بتصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص إداري وإشاعة أحداث غير صحيحة، غير صحيحة من شأنها بث البلبلة وتعكير صفو النظام العام والمس من هيبة السلك. أنا عش كان عندي حق باش نعقب على الاتهامات هذه في كلمة وجيزة. نحب نقول أنه رفض التعليمات هذه كانت نفس الاتهامات اللي أصديت إلي زمن الرئيس السابق، أني دائما كنت أرفض التعليمات التي تمس بحقوق الإنسان، وأرفض التعليمات التي تمس من كرامة المواطن التونسي، وكنت لا أطبق إلا القانون، وهي تهمة قديمة جديدة. أما فيما يخص الإدلاء بتصريحات وسائل الإعلام، نحن في ثورة، ومن يتحسن بغير الإعلام فهو موهم. أنه في إطار مؤسسات الدولة التي لم يقع إصلاحها والتي تعمل بنفس الوتيرة ونفس التقنيات ونفس الوسائل السابقة، ليس هناك من ضمان إلا يعني وسائل الإعلام. بالنسبة لل بدون ترخيص، يعني هذا نفس الشيء، وإشاعة أحداث غير صحيحة. أنا ما نعرفش كيفاش واحد تكلم مرة واحدة قبل أسبوع قلت له باش تقع اغتيالات، تقع الاغتيالات، ما نعرفش كيفاش غير صحيح هذه، يظل لي أصح من شيء هذا ما فهمش. أحداث البلبلة والواحد يظل لي هما اللي أحدثوا البلبلة لأنه قتلوا شكري بالعيد، وتعكير صفو النظام العام هما اللي صفوا النظام العام، معناها هما اللي عكروا صفو لأنه أحدثوا معناها يعني الانتقام البشع ضايع من معناها لأول مرة في تاريخ تونس، وهي صدمة معناها بشعة ومعناها يعني وصمة عار في تاريخ معناها تاريخ تونسي للمعاصر. المس من هيبة السلك يظهر لي بكل تواضع وبكل تواضع لله العلي العظيم، يظهر لي ما فماش حتى واحد رفع من هيبة هذا السلك أكثر ما رفعت من هيبته الشخص يعني الضعيف أمامكم، لأني ناضلت من ذلك الكثير، دفعت فيه شبابي، كل ما يعني أغلى شيء عندي وهو شبابي، لا أملك لا سيارة ولا بيت ولا رصيد، ومع ذلك يعني أضعت كل شبابي في المنفى، وكان بإمكاني أني في المنفى نولي رجل أعمال، ولكني أثرت على نفسي وبقيت طوال 13 سنة أعمل مع المعارضة التونسية في باريس في ألمانيا في هولندا في كل أنحاء أوروبا، حتى أصل يوما ما إلى هذا اليوم اللي تنتصر فيه الثورة، ثم أجد نفسي مثل البارحة مطارد ملاحق يعني من وطني العزيز. لماذا معناه وقع إحالتي على مزلش أو سيقع إحالتي على مزل الشرف، ولماذا وقع كذلك إيقافي على العمل؟ نحب نجاوب بالقرآن، نحب نجاوب بالقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. يعني إذا كان إنسان يشهد بما رأى وما سمع يصبح يعني مطالب، لأن الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة، يعني كيفاش معنى إنسان يكتم شهادة؟
كيفاش يكتم شهادة؟ أنا شهدت أولا كمواطن، ثانيا كرجل أمن، ثالثا كضابط عدل، وهذا واجب تجاه معناها يعني الوطن والمواطنين. احنا نذكر بواقعة بسيطة جدا، كيفاش إنسان يكتب تقرير يعلم فيه على يعني تقرير بسيط يعلم فيه على مخالفة التراتيب الإدارية اللي هي مش موضوع متاع مش يعلم فيه على روابط حماية الثورة إلا معناها عناصر حركة النهضة اللي قاعدة معناها يعني ترهب في الناس وفي المواطنين، ولا باش تقوم عمليات معناها يعني ضد القانون. هذا ممكن في أوقات زمن الرئيس بورقيبة ولا زمن البائد ولا كذا، كانت الناس تكتب في تقارير وكان واجب عليهم باش يقال واجب الإعلام، من رجل الأمن يكتب أي موضوع لازم يعلم فيه. لكن اليوم الإنسان يخاف بعد ما وقع معناها إيقاف ضابط الشرطة سفيان بالحاج عمر من أجل توجيه تقرير إعلام، ولا الإشعار هذايا هو رقم 11 الصدع بفرقة حفظ النظام بالمنستير. ضابط الشرطة هذايا سفيان بالحاج عمر هو يعلم في التقرير هذايا القيادة أنه شخص عنصر من حركة النهضة يمسك سلاح بدون رخصة، وهو يعني تقرير عادي في العمل الأمني، معناها تقرير إعلامي معناها يدخل في التراتيب الأمنية، يقع إيقافه من العمل. وحتى يعني الشخص هذا اللي عنده سلاح هذا اسمه معناها لطفي الزواوي، وهو قيادي بحركة النهضة، عنده يمسك سلاح فهمني معناها بجهة حمام الغزاز، فبمجرد الإعلام وقع إيقافه على العمل. فكيف سيعني يقع معناها يعني أي آخر معناها يعني من الأعوان والإطارات في مثل هذا الفخ؟ فهو معناها ما عادش يعلم معناها الإدارة، وحسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.